أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم استقرار الحالة الصحية للاعب العراقي أيمن حسين بعد أن خاضع إلى تدخل جراحي في مستشفى بالكويت بعد إصابته خلال مباراة الأسود أمام نظيره العماني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم عام 2026. وبهذه المناسبة ظهر لاعبو المنتخب الوطني العراقي في مقطع فيديو وهم يدعمون الكابتن أيمن حسين، يرسلون التحيات له ويحثونه على العودة سريعا إلى الملعب، حيث وجه وفد المنتخب الوطني العراقي رسائل داعمة لأبو طبر. وظهر في الفيديو السفاح يونس محمود قائلا: أبو شنب منتظرينك. كذلك مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس قال: نحن بانتظارك يا أيمن حسين. Ayman, I hope that as soon as possible you are with us again, okay? Abu Shanab, من تدريك. Ayman, with us. لب طبار من تدرينك شد حالك. من تدر عودتك إن شاء الله عن قريب. أخوي أيمن حسين. مكانك خالي. Ayman, get well soon, brother. Miss you, حبيبي. أبو طبر مشتاقين، عودة قريبة إن شاء الله. الحمد لله على السلامة أبو طبر، إن شاء الله شدة وزالت. Ayman, we wish you all the best, my brother. You will come back soon now. We are waiting. You wish him all the best. Yes. I wish him all the best. To come back stronger to us, but against Kuwait, يلا. جاهز against Kuwait؟ Ayman مشتاق لك وايد، سلامات حبيبي. سلامات يا رب. أبو طبر، منتظرك حبيبي. يلا أيمن. أبو طبر الحمد لله على السلامة، إن شاء الله نشوفه بالكويت جاهز للمباراة ولا لا؟ أخوي أبو طبر الحمد لله على السلامة، يلا حبيبي فضهم منتظرينك بالكويت. أبو طبر منتظرينك. أيمن ترجع لنا بالسلامة. قدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الشكر نيابة عن أسرة الاتحاد العراقي لكرة القدم على متابعة الجانب الكويتي لحالة اللاعب أيمن حسين بشكل مستمر وتقديم جميع التسهيلات، وهو ما يعكس قوة أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين. وتعرض اللاعب كما تعلمون تعرض أيمن حسين إلى إصابة قوية في مباراة العراق وعمان أدت إلى نزيف داخلي، في حين أكد الأطباء تحسن واستقرار حالته الصحية. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي كتبت على منصات التواصل الاجتماعي كانت كالتالي، نبدأ من نور الدين. ماذا قال نور الدين في تعليقه عن تضامن لاعبي المنتخب والوفد العراقي لكرة القدم مع زميلهم أيمن حسين؟ يقول نور الدين: هالفيديو ثبت أنه لاعبينا ما حد يقدر يفرقهم، وكلهم قلوبهم على بعض، وإذا مرض واحد بهم يمرض الفريق كله. يا رب دائما ديم محبتهم وديم عليهم الصحة والعافية، وأبعد عنهم الإصابات، ودومهم رافعين روسنا وروس أهلهم. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر، هذه المرة من علي: الحمد لله على سلامة أيمن وترجع أقوى بطلنا أبو طبر. نجي نحكي يا أبا أيمن حسين ودور الكادر الطبي، إذا فعلا أيمن مصاب من الشوط الأول ليش الكادر الطبي ما تدخل وقال الكاساس مصاب؟ تعليق من زينة: سبحان الله اللي زرع محبة أيمن ببيوت كل العراقيين، أني أهلي صار لهم من يوم الخميس ولهاي اللحظة ضايجين على إصابة أيمن حسين. تعليق من ناصر يقول: ناصر في تعليقه: إن شاء الله 20 يوم ويرجع يلعب أيمن حسين، ماكو عملية ولا شيء، بس راح يسحبون الدم نزف منه على الرئتين. تعليق من أم أحمد تقول: الله يسلم وجعك باسم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وبدعاء الوالدة الغالية على قلوبنا إن شاء الله الشفاء العاجل. يقول عماد: يقول أيمن بالملعب صارت عندي دوخة ولعبان نفس أكيد من الجو الحار، أخوان ترى ما بيشي، راح يلعب يوم الثلاثاء ضد الكويت. لا ما راح يلعب.